الشتاء دخل وبدأ موسم البرتقال، فيلا نعمل كيك سهل قوي بشرايح البرتقال، وكمان هنعمل صوص برتقال خطير تحطوه على الكيك. اول حاجة هنحتاج 4 بيضات، وهنحط عليهم 1.5 كوباية سكر، وهنضربهم كويس مع بعض لحد ما لونهم يبقى فاتح بالشكل ده. وبعد ما لونهم يبقى كده هبدأ انزل بكوباية زيت تدريجي واحدة واحدة. هنحط كمان معلقة من بشر البرتقال، ممكن تبشروا برتقال عادي بس انا استخدمت بشر البرتقال من بنش اوف سبايس. عندي هنا 2.5 كوباية دقيق، هفضي عليهم كيس محسن كيك ورشة ملح، وابدأ انخل الدقيق كويس قوي، واخد الدقيق المنخول ده اضيفه شويه شويه على الخليط بتاعنا، واكون كمان مجهزه 300 ملي او كوبايه كبيره من عصير البرتقال، واحط برده شويه صغيرين على الخليط واضربهم، وارجع ازود شويه دقيق وشويه عصير لحد ما اخلص الكميه. عندي هنا الصينيه اللي هتدخل الفرن، هدهنها بشويه سمنه ودقيق واحط فيها شرايح برتقال. انا مقشره البرتقال علشان القشر بيمرر شويه في الكيك، وانزل عليهم بالخليط اللي عملناه وهندخلها الفرن. وبعد نص ساعه او لما الكيك تستوي هفتح عليها واختبرها بسكينه او شوكه او عصير الشيش طاووق علشان بس اتاكد انها استوت من جوه. والصوص بقى اللي هنعمله، هنحط 1/2 كوباية سكر بودر وعليهم 2 معلقة برتقال، وهننزل بعصير برتقال بشكل تدريجي ونقلب لحد ما نحس ان القوام مناسب وسائل شويه. وبس كده نحط بقى الصوص على الكيك، وحرفيا ريحه الكيك دي هتقلب الشقه كلها، والولاده هيحبوها قوي.